السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی اسٹوڈنٹس کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ النمل کا تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری. ملأ, دیکھیے یا ایها الملأ, تھوڑا سا زوم کر لوں میں تو صحیح سے دیکھے گا پھر آپ لوگوں کو. ہاں آپ دیکھیے. ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم نون حمزة زبر نا حمزة لگ رہا ہے فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنكم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم آگے دیکھیے أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما رأته
حَسِبَتُهُ لُجَّةً لُجَّةً تَوَاضُ زَبَرْتَوْ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ٹھیک ہے، یہ تو ایک رکوع ہو گیا، لیکن ایک رکوع اور پڑھنا ہے. آپ یہ کہہ لیں پارا پورا ہو جائے گا آج. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون لام تاسي ملے گا قالوا قالوا اطيرنا ٹھیک ہے نا آگے دیکھئے وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه لام زبر لا نون تشلو لام زبر لا نون تشنو لنو باي زبر باي لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا آگے دیکھئے مكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاضية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله دیکھئے حمزہ پہ لگ رہا ہے مد بھی لگ رہا ہے کھڑا دبر بھی لگ رہا ہے اسی لیے ہم اس کو جب لام سے ملائیں گے تو کھینچ کر ملائیں گے حمزہ لام مد کھڑا زبر اللہ خیر اما یشرکون صدق اللہ العظیم الحمدللہ ہمارے 19 پارے کمپلیٹ ہو گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ